الأم المصرية هي عمود البيت خصوصا وقت الأزمات يعني. انت شايف الصور يعني ما شاء الله امهاتنا يعني في وشهم السماحه والتدين والورع والايمان والقوه والصبر والعزيمه. يعني الام المصريه دي حكايه حكايه حكايه، لا يمكن ابدا ان في حد يوفي حقها. دي الام المصريه اللي يجب ان تتصدر المشهد، ونقول لها كل سنه وانت طيبه، وطول ما في أم بهذا الشكل هتفضل مصر بخير، لأن الأم دي هي اللي بتربي ولادها، بتربي ولادها بالعادات وبالتقاليد وبالقيم وبكل المعاني الإنسانية اللي احنا شايفينها. الحقيقة احنا يعني بنهني الأم المصرية، وبالذات رقم واحد أم الشهيد. أم الشهيد اللي تنازلت عن جزء من جسدها ودفنته في الأرض دفاعا عن أرض مصر، وشفناهم في الجنازات وشفناهم في المواكب واقفين بمنتهى القوة والعزيمة والإصرار، بتقول إن ابني شهيد وهيروح الجنة، ابني أنا قدمته فداء لبلده، ابني ده هو اللي بيحمي، وهو ميت هو اللي بيحمي حياتنا. أم الشهيد، زوجة الشهيد، ابن الشهيد، دول أوسمة فوق صدورنا كلنا، لأن يعني في إيه أغلى من الحياة؟ فإنسان بيضحي في حياته في سبيل بلده في سبيل وطنه. التحية، كل التحية، كل التحية للأم المصرية أم الشهيد. التحية للأم المصرية اللي خرجت، ويمكن في فيديو أنا شفته في الإعداد، الأم المصرية اللي خرجت بعد أحداث يناير بأعلى صوتها بتهتف عشان تخلص بلدها من الجماعة الإرهابية، لأن الأم المصرية حياتها في بيتها الصغير، وهي عارفة أن بيتها الصغير ده ملوش أمن ولا اطمئنان إلا في ظل بيتها الكبير، فخرجت تدافع عن بلدها. الست يا ريتني شوف التسجيل بتاعها واقفه مع ضباط الملتحين بمنتهى القوه وبمنتهى العزيمه والاصرار، بيسخروا منها، بيسخروا، بيحاولوا يسخروا منها. نفتكر تاني انه معانا صوت وصوره، فنفتكر كده المقطع ده ونرجع نفتكر، لان ده مقطع عظيم الحياه، وهنوجه لها التحيه. يلا حماس ده جاي قبل المرشد، قبل المرشد جماعه محظوره. ايوه ايه جماعه محظوره. ايوه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شباب اللي دخل احنا مالنا ومالها؟ طيب دلوقتي يا جدعان، طيب احنا دخلنا اللي بياخدوا مرتبات جوه. لا والله العظيم ربنا عنده، لازم تبقى حر كده يا في ايه. طب عايزك تهدي شويه، اهدي بس كده، وعايز اعرف يعني مش عارفين بقى موضوع ده. انا لو لا انا مش ست، ما انا مش حضرتك بتقولي مش انا. حضرتك اللي قلتي اقسم بالله العظيم ثلاثة والمصحف، لا انتوا تعرفوا اسلام ولا انتوا تعرفوا اي، يعني عارف احنا اخوان متأسفين. طيب ده نموذج فعلا، نموذج يعني بلد فيها خافش حاجة، يعني هذا النوع من النساء ممكن تنهزم او توطي راسها او كده. بلد فيها انه ده نساء مصر واقفة، شايف انت الست واقفة بمنتهى القوة وبتواجه، يعني بتواجه جماعة شريرة، بتواجه ناس ما عندهمش رحمة ولا إيمان ولا دين. حاولوا في كتير في أحداث 15 يناير أن يضربوا النساء أو يعملوا تحرشات بالنساء عشان يخوفوهم ويمنعوهم من أنهم ينزلوا الميادين، لكن ما نفعتش هذه الحيل، وظلت المرأة المصرية علامة مهمة جدا. فتحية الحقيقة للمرأة المصرية اللي خرجت. عدينا بعد كده الأزمة بتاعت الإصلاحات الاقتصادية، ما سمعناش شكوى، لأن هي عارفة في الآخر إن برضو إن عايشة في بلدها أزمة اقتصادية وبتعدي، لكن في نفس الوقت هي عايشة وسط أربع جدران في عالم كلنا شايفين، وهي اللي بتقدر تدبر الميزانية وتدبق الأمور كده عشان تكفي الاحتياجات يعني الحقيقة يعني. فده طبعا يعني تدبر الميزانية وبتكفي احتياجاتها وما اشتكتش من مواد، ما سمعناش صراخ او شكوى او رغم الدعايه المغرضه اللي بتحاول انها تخلق عند الناس نوع من التمرد والكراهيه، لكن هم بيحبوا بلدهم اكتر من اي حاجه تاني. المراه المصريه اللي هي العالمه استاذه الجامعه، المراه المصريه الوزيره اللي بتحتل مناصب كويسه، واحنا شايفين نساء مصر دلوقتي يعني ما شاء الله بيتبواوا اعلى المناصب. المرأة المصرية اللي موجودة اللي بتعول أسرتها، وإحنا عارفين في سيدات كتير جدا المرأة المعيلة لسبب أو لآخر زوجها يعني مش موجود أو بيبقى قعيد، فهي بتتولى الإنفاق على أسرتها وبتطلع رجالة، رغم إن هي مثلا معاقة. يعني امبارح يعني كان معانا النموذج، نموذج سيدة نموذج مصرية معاقة بشغل الأطفال، وزوجها يعني في سنين على فراش المرض،
وهي رغم اعاقتها الشخصيه بتصرف على زوجها المريض وعلى اولادها وبتعلمهم. يعني حاجه متهيألي تشرح القلب يعني. المراه المصريه نموذج فريد في العالم، يعني لو لفينا العالم كله مش هنلاقي نموذج في العظمه وفي التضحيه وفي الجمال زي المراه المصريه. يعني زي ما حضرتك شايف ست يعني، وبعدين بنشوف الست على تروسيكل يعني بتشتغل 16 ساعه في اليوم والله. وفي مرأة سواق التاكسي ده، أنا شفت امرأة مصرية بتشتغل في مكان بتاع حدادة وسط النار والحديد. معانا ست جان كانت معانا امبارح بتاعت كاوتش، بتغير كاوتش جرارات وعربيات نقل، تخيل. أنا عايز أقول في الدلنجات في البحيرة، أنا عايز أقول حاجة يا أستاذ عمرو، دي المرأة المصرية طب. اللي المفروض تتصدر المسلسلات ووسائل الإعلام. يعني انا ما اقعدش ادور بقى على النماذج الشاذه والنماذج اللي لا تعبر عن المجتمع. واحنا لو قعدنا اتفرجنا على دول دي ما اتجوزتش، جوزت اخواتها الاربعه من بينهم اتنين رجاله جوزتهم وهي ما اتجوزتش. بعدين اجي انا احط في البرامج مثلا نماذج شاذه ونماذج غريبه واصدرها على انها دي المراه المصريه، لا لا لا، دي اللي يعمل كده انا اعتبره بيرتكب جريمه في حق بلده. دي النماذج اللي يجب انها تتصدر المشهد ونصدرها بره وجوه، دول نسائنا ودي المراه مزبوط. المصريه العظيمه. احنا مش بنطلب تزيين الواقع ولا تزييفه، نعرض ده ونعرض ده، نعرض ده ونعرض ده، ونعرض التاني في حدوده أكيد. يعني ما امسكش حاله استثنائيه واضخمها من الملائكه، يعني اكيد في شرور يعني أكيد. اضخمها كانها حاله عامه او كل نساء مصر كده، لا كل نساء مصر دول اللي احنا شايفينه.